السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية إن شاء الله يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا اللي كنتمنى يعجبكم إن شاء الله وتاخذوا منه تجربة وتاخذوا منه أفكار بالنسبة للناس المربي ديال الطيور ولا المولع عند تربية الطيور. عندي هنايا عندي اليوم وقعت عندي طفرة، يعني اللي أنا مربية ديال الطيور لأكثر من 3 سنين ولا 4 سنين. هذه يلاه أول مرة كتوقع عندي هذه الطفرة هذه بهذا الزوج، هذا الرمادي اللي كيسميوه سبانجل رمادي، والأنثى اللي هي خضراء وبالرأس الذهبي. نتجهات عليهم طفرة اللي هي أول تفريخة لها، هي صراحة أول مرة ناقصة تجربة وناقصة، لهذا خرجت لي غير جوج ديال الفريخات رغم الحرارة. هذا ما كيعنيش أنها، حيت كاينين أنثيات أخرينات يعني بيضوا ما شاء الله تبارك الله 7 ديال البيضات وخرجوهم كاملين، يعني واخا الظروف الحاره وهذا، هي ناقصه تجربه لسوء الحظ خرجت لي غير جوج. اتصاب فيهم يعني الالبينو بالعين الحمراء والسبانجل باللون الاصفر، يعني هادشي انا ما كنعرفش فيه بزاف. هاد الطفرات هادو كتارين وخاصهم يعني خاصهم دراسه، ولكن ما كاين محسن من تجربه على اخرى، كتعلمك شحال من حاجه. انا منين وقعت عندي الطفره حاولت نقرا عليها وحاولت نعرف شويه عليها، يعني هاد الالوان بجوج يعني يكونوا على يقين انها غادي تعطيكم طفره. ها هي قدامي كيف ما كتشوفوا، هذاك الابيض هو العين الحمراء، سميتو الالبينو حيت هو في اللون الابيض، والاخر الاصفر هذاك اكيد انه سبانجل حيت العين ديالو عاديه يعني سوداء. هاد الفيديو ديالي كنهديه بالخصوص للناس المولوعين واي واحد يعني تعشق العصافير. كنتمنى يعجبكم وما تبخلوش عليا بلي لايك، وتشاركوه حتى مع الاصدقاء ديالكم الناس المولوعين بالعصافير. شوفوا العين الحمراء، يا سلام على جمال فيه تبارك الله ما شاء الله. هادو اكيد انني ما غنبيعهمش حيت مفقودين في السوق ومطلوبين، يعني كيديروا ثمن وزيدون يقدروا يتباعوا، ولكن تقدر تشريهم يعني وهما كبارين في السن. هادو يعني صغارين ما غاديش نبيعهم وغادي نعتمدهم عندي باش يفرخوا لي ان شاء الله.
هنايا كيف ما كتشوفوا في هذا المشهد الاخير، كنعتذر لكم ان الطيور ديالي في واحد الحاله يعني كيلهتوا بزاف، يعني حاسين بالصهد لانني خرجتهم للضوء باش نوريكم الالوان ديال الزوجين بجوج. الا بغيتوا تعتمدوا هاد الالوان باش تطيحوا على الطفرات يعني النادره، كنعتذر مره اخرى. ومع العلم انني خرجتهم غير 34 ثانيه يعني بسيطه ديك الوقت، دخلتهم وعاود تبردتهم بالرشاش. وشكرا لكم على الفرجه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج.